اشغال لسه قايله حالا، في الراجل يبقى عارف ان امه غلطانه ومبهدله الدنيا، بس ما يقدرش حتى ينصف مراته بنص كلمه ويسيب الخطا من امه مره في اتنين في تلاته. ما فيش مشكله، اصل امي ما تتعوضش، وزعلها في عقوق ونيتها لرب خير. العالمين. ويجي بقى عند مراته، ايه يعني، ايه يعني لما زعلها كلمتين وهتتراضى؟ حتى لو انا هغيرها كلها على بعضها ما فيش ازمه، لكن امي ما بتتغيرش، وده بر وربنا عوضش. موصيني عليها، ما بتتعوضش. راي حضرتك ايه، وراي الشرع في جمله زي دي؟ طيب احنا عندنا حاجتين الحقيقه في منتهى الاهميه في هذه المساله. الحاجه الاولى انه لازم الزوج والزوجه يبقوا متفقين زي ما قالت الاستاذه اشجان، تمام؟ يعني انا مش هقدر اخسر امي، صحيح، لكن وهتحمل عليكي شويه، بس احنا متفقين ان احنا بنعمل كده علشان احنا الاثنين ناخد فضل رضاها وفضل برها وفضل انها ما تبقاش غضبانه علينا او زعلانه مننا. فاحنا الاثنين، مش انا منحاز لامي ضدك، لا، دي صيغه غلط. احنا الاثنين مع بعض كده هنسترضي امي دايما، واحنا الاثنين مع بعض كده هنحل اي مشكله دايما، وهنخلي امي دايما قريبه مننا. وانت بتشوفوا في كل بيت، يعني في كل عيله كبيره، في زوجه ابن عارفه ترضي حماتها أيوه. وتكتسبها وتحطها في جيبها الصغير. فعلا فعلا. في واحده ثانيه بتدخل معاها في صدام كل يوم الساعه 1 الظهر كده تقريبا، من موعد ميعاد الغداء، ده بيبقى بعد المواعين يا دكتور، ايا كان، يعني ده بيبقى ذكاء في التعامل، تمام؟ وفي واحده عارفه كويس ازاي، فاهمه كويس ان ارضاء ام جوزها ارضاء لجوزها، وانها لما ترضيها جوزها يبقى سعيد جدا، وانها لما ترضيها جوزها ينال ثواب وفضل رضا امه، وانها لما ترضيها بتجنب بيتها واسرتها مشاكل لا اول لها ولا اخر، ومشاكل قد تعصف في الاسره. فكل ده بيخليها تبقى عارفه كويس جدا ازاي تكسب قلب الست الطيبه الكبيره دي اللي عقلها صغير شويتين احيانا، تمام، واللي عندها عادات ومفاهيم وتقاليد وافكار غير الجيل بتاع جوز مرات ابنها، وهي فاهمه ده كويس، فعارفه انها حاجه كده شبه مامتها، فعارفه تتعامل معاها كويس، وعارفه ترضيها كويس، وعارفه تعمل حوار بينها وبينها، وعارفه تقول لها شويه حاجات من اللي جواها وتاخد رايها وتاخد نصيحتها فتبقى دخلت تحت نطاق انها كانها بنتها يعني. فأم يعني. بس الحقيقه زي ما استاذه اشجان بتقول، في بعض الحموات ما تطقش، بعض الحموات دي كلمه استاذه اشجان مش كلمتي يا اخوانا، عشان بعض الحلقه مش يعني في بعض الحموات صعبين قوي قوي يا دكتور، يعني ممكن تتسبب في مشاكل نفسيه وصحيه وبلاوي كبيره جدا لمرات ابنها. برضو ذكاء زوجه الابن في الحاله دي هيخليها تعرف كويس جدا ايه اللي تاخده من الحما دي وايه اللي تتجنبه، وايه المساحه اللي تدخل فيها الحما دي وايه المساحه اللي ما تدخلهاش، تمام؟ يعني بكل الاحوال كلما كانت مؤسسه الاسره قادره على التماسك وعدم ادخال اطراف كثيره من بره، حتى لو الحماتين يعني ام الزوج وام الزوجه، الا في النطاق المتفق عليه في النطاق الامن، كلما قدرنا نعمل كده الحقيقه بنحصن الاسره وبنخليها تبقى انجح. المهم انه يبقى الزوجه يعني شرط اول في اجتياز مطب الحما والتعامل معاها، شرط اول ان الزوجه يبقى عندها ايه؟ عندها وعي التعامل مع هذه الحما. الشرط الثاني ان احنا نبقى متفقين هنعمل ايه في الموقف الفلاني، هنتكلم ازاي، هنجتاز الازمه دي ازاي. يعني المسؤوليه كبيره على الست، على الزوجه مش على الزوج. على فكره بنسبه كبيره، بنسبه كبيره جدا، هي ممكن تخليها مش محتاجه تدخل جوزها اصلا، هي بتصرفاتها وبذكائها وكلام من. طيب لما تحصل بقى مشكله الزوج يعمل ايه؟ خلاص وطبقا للشرع يا دكتور لازم يقول امي ما تتعوضش، وده برها، حتى لو هظلم مراتي. في حاجه في الشرع تخلي الراجل يظلم مراته عشان بر امه؟ لا ما فيش كده في الشرع، الشرع قائم على العدل، تمام، وعلى انه الزوج، ما انا لسه بقول، هو الزوج يبقى عنده من الذكاء ما يسمح له بعدم ظلم زوجته وعدم خسران امه، لا يظلم مراته ولا يخسر والدته.